طيب عايزه بقى اقول لكم على حاجه تانية مهمه قوي، لان مصر الحقيقه مليانه باماكن اثريه وعظيمه جدا. عندنا معبد دندره. معبد دندره ده موجود تحديدا في محافظه قنا. المعبد ده بيقع على الشاطئ الغربي من نيل مصر، وتاريخه كده بيعود للعصر الروماني اليوناني، وبيتميز بفن معماري فريد جدا وغني بالنقوش، وبتغطي بقى جدران الأعمدة فيه تماثيل محفورة بالغة الدقة والجمال. مهما قلت لكم على جماله مش ممكن أبدا زي ما تشوفوه بالعين. امبارح دكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار افتتح 3 سراديب وبانوراما بمعبد دندرة تحديدا، وبالتزامن مع ده واللي جذب انتباه العالم أجمع لهذا المعبد، تم إقامة مهرجان دندرة للموسيقى والغناء. المهرجان ده بيقام لأول مرة داخل محافظة قنا. طب ليه بقى؟ وإيه اللي بيتم في محافظات الصعيد وإحنا مش حاسين؟ وردود الفعل داخل المحافظة يا ترى إيه؟ معانا دلوقتي اللواء أشرف الدودي محافظ قنا يقول لنا أكتر. مساء الخير يا فندم وألف مبروك. طب إحنا واضح إن إحنا فصلنا، يعني واضح إن إحنا قد فقدنا الاتصال، هنحاول معاودة الاتصال مرة تانية عشان نعرف أهمية هذا المهرجان. طبعا هذا المهرجان كان موجود فيه دكتورة إيناس عبد الدايم، بتهتم دائما بوجود عدد كبير جدا من المهرجانات في محافظات الصعيد، ومن الواضح طبعا محاولة نشر الثقافة في كل المحافظات الخاصة بالصعيد. رجع لنا تاني اللواء أشرف الدودي محافظ قنا. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. أولا مبروك مهرجان دندرة ومعبد دندرة وافتتاح يعني حاجات موجودة جديدة فيه، ده بيخلي العالم كله يبص على محافظة قنا، فده حقيقة في حد ذاته حاجة مشجعة جدا. قول لنا بقى أسباب اختيار معبد دندرة تحديدا عشان يقام فيه هذا المهرجان الموسيقى والغناء. الأول مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. مساء النور. الحقيقة طبعا معبد دندرة في محافظة قنا معبد فريد، لأنه مجمع معابد متكامل الأركان. يعني المعبد هنلاقيه هو الوحيد في مصر اللي هو متكامل الاركان من ناحيه جوانب السقف. المعبد ده بيخص حتحور، وحتحور رمز للجمال والخصوبه والنيل. المعبد فيه الحقيقه اثار كثيره جدا، في الهيكل الرئيسي لحتحور لمعبد حتحور، وفي برضه معبد ولاده ايزيس بالاضافه للبحيره المقدسه، والحقيقه فيه العديد من الاثار. هو برضو احد رموز محافظه قنا، هو في العلم محافظه قنا هو معبد دندره. والحقيقه احنا اخترنا المعبد ده نبدا بيه العيد القومي للمحافظه. كل سنه وانتم طيبين، يوم 3 مارس. حضرتك بالصحه والسلامه يا فندم. واحنا بدانا فعلا من امبارح، معانا معالي وزير الثقافه ومعانا وزير السياحه والاثار موجودين معانا، حضرنا حفله كان فيها اكثر من 7000 مواطن من محافظه قنا. النهارده اليوم الثاني، فيها كل الفنانين بتوعنا الراقيين، وبنقدم فن راقي لابنائنا. وهنا دي بتبقى دعوه بنقول ان قنا بلد الامن والامان، وبتحب كل زوارها من الاجانب ومن المصريين. وبرضه احنا بيجي لنا سائح في اليوم لمعبد دندره حوالي 300 سائح. احنا بنتمنى ان شاء الله المستقبل القريب وعندنا ليله او ليلتين سياحيتين يباتوا عندنا ان شاء الله في قنا. طيب مش عايزين نفوت كده بقى ان 3 مارس هيكون العيد القومي للمحافظه، ده بدايه للاحتفال، ايه تاني بقى من الحاجات كده غششنا كده اللي هتفاجئ بيها المحافظه واهالي محافظه قنا؟ والله طبعا احنا عندنا يعني بكره ان شاء الله في جامع جنوب الوادي في عندنا عرض بالفروسيه ان شاء الله لابنائنا موجود ان شاء الله، وبرضه في الشباب والرياضه بيعملوا برضه عرض في الشوارع للمواطنين، وان شاء الله يوم 3 بنروح. طبعا احنا عندنا قصه المحافظه، عندنا لو في وقت ممكن احكيها. عندنا وقت؟ اتفضل. بالنسبه للعيد القومي اللي هنا اللي هو يوم 3 مارس، احنا طبعا عارفين في اثناء الحمله الفرنسيه على مصر بقياده بونابرت كان الجنوب بالنسبه له بيشكل تهديد، وكان يعني معتقدين ان صعيد مصر سهل السيطره عليه، ودخلت فعلا وصلت القوات الحمله الفرنسيه على بدايه محافظه قنا اللي هو ابو طشت، دي اول حدودنا الشماليه، وكانوا بيحاربوا المماليك بقياده مراد بيك، وانتصروا عليهم في عده من القرى، وافتكروا ان خلاص الموضوع خلص، ولكن كان ابناء مصر من الصعيد من قنا بالذات، كان قريه عندنا اسمها قريه البارود، بفضل الله تصدوا للقنابل والبارود والمدافع بصدورهم وبالشوم، وقدروا ان هم يسيطروا على 20 قطعه بحريه ويقصروا القائد بتاعهم، ودي كانت بدايه للاثار السلبيه على حمله الفرنسيه في مصر. تمام. اهالينا بقى في اليوم ده اتفضل اهالينا الناس الحلوه الطيبه الجميله اهالي محافظه قنا، وصل لهم اهتمام الدوله بيهم يعني وجود مهرجان زي ده، وطبعا فعاليات ثقافيه وفعاليات من جانب وزاره الشباب والرياضه، هل واصل للاهالي اهتمام الدوله بيهم ولا لسه محتاجين اكتر؟
لا الحقيقه فعلا واصل، لان احنا برضو بنعمل من ضمن المجهودات اللي بتتم ان احنا بنعمل لقاءات شعبيه اسبوعيه، بنروح للمواطنين في اماكنهم، بنسمع لمشاكلها وبنحلها في وقتها على طول، وبنتابع حلها، وبنعرف المواطن برضو الدوله عملت له ايه في سابقا وبتعمل ايه دلوقتي، وبتعمل ايه الخطه التنميه اللي موجوده في محافظتنا في بلدنا. الدوله مقصده مبلغ ما يقرب من 7 مليار لصالح التنميه في محافظتنا، وده رقم كبير ان شاء الله هنا باذن الله في 2022 نقله كبيره جدا. بقى لنا سنتين شغالين واحنا مكملين، ان شاء الله الخير قادم باذن الله والناس حاسه. ده معناه ان في ايدي عامله وفي مشروعات بتقام لصالح الشباب، يعني ده اخبار حلوه. دي حقيقة طبعا. احنا عندنا برضو من ضمن الحاجات عندنا منطقتين صناعيتين بتستوعب حوالي 14 و500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. الخطة نفسها هتوفر بإذن الله حوالي 24 ألف فرصة عمل مباشرة، حوالي 5 ألف فرصة غير مباشرة. الخطة كلها ليها تنتهي ب 2022، واحنا حاليا جزء كبير من الناس اشتغل وناس حسب كده الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب انا لا ما سمعتش ردود الفعل بقى على المهرجان. انا كان في اقبال من جانب الاهالي هنا وكانوا مبسوطين بوجود هذا المهرجان؟ والله غير طبيعي. انا عايز اقول لحضرتك امبارح حوالي 7000. احنا شفنا الصور بس ما صدقناش، يعني الناس مبسوطه قوي كده. لا فعلا كده. وعايز اقول حاجه برضه، طبعا الامن بيبقى برضه كبدوا ان هم برضه مسؤولين عن حاجه، فاحنا برضه مش لو سيبنا الامور هنوصل يعني هنقول ملايين يعني، لكن طبعا برضه بنراعي الامن وكده، فعشان كده يعني بنحاول ما نزودش كده يعني. لكن كلهم نفسهم طبعا يجوا يفرحوا، بس برضه لازم ممكن ناخد بالنا من الحته الامنيه. اولا كل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله في انتظار المفاجات اللي هتقدمها لمحافظه قنا، وده جزء من اهتمام الدوله بمحافظه قنا وكل محافظه الصعيد. وكل سنه وحضرتك طيب سياده اللواء اشرف محافظ قنا على هذه الايضاحات، بشكرك شكرا جزيلا.